مساء الخير من جديد. عدنا بعد الفاصل وننتقل إلى جرش. لما بنرجع بنحكي عن ملف صحي بامتياز، مركز صحي البرج والمنصورة كان في مطالبات بأن المركز الصحي السابق لا يفي بالغرض وهناك إشكاليات كبيرة. تم إغلاق المركز وتم الوعود باستئجار مركز صحي آخر جديد، ولا زلنا نتحدث عن موقع فيه 6000 نسمة، ولكن الموقع الجديد لم يكن جاهزا بعد، وكان في مطالبات بأن يتم وضع حد لمعاناة الأهالي بالذات بوجود أقرب مركز صحي على بعد 5 كيلومتر. تساؤلات لأهل الحي حول موعد استئجار المبنى الجديد لتقديم الخدمات الصحية للسكان في هذا الموقع. لنحكي أكثر عن هذا الملف معنا عبر الهاتف، أو رح يكون معنا عبر الشاشة، دكتور رياض الشياب مدير إدارة الرعاية الصحية في وزارة الصحة. دكتور رياض يعطيك العافية، ورح يكون معنا صهيب المومني مراسل من هنا، نبدأ من الموقع. رح نرجع لمتابعة هذا الملف بعد متابعة هذا التقرير. بعد مرور 6 أشهر على إغلاق المركز الصحي في منطقة البرج بمحافظة جرش بسبب تدهور حالة المبنى الذي كان مستأجراً، يجمع أهالي المنطقة الذين يقدر عددهم بنحو 4000 نسمة في مطالباتهم بإعادة فتح هذا المركز الصحي لخدمتهم. المركز الصحي هذا بيخدم حوالي ما يقارب من 5000 إلى 6000 نسمة، وإحنا بنعاني كثير إذا بدنا نروح على المركز الشامل يعني حوالي 6-7 كيلو، ولذلك يعني فيها تكلفة على المواطنين سواء كان على العجز من النساء والرجال والأخير والأطفال، ولذلك إحنا سكروه بدون سابق إنذار. هذا المركز كان يخدمنا خدمة كثير كبيرة. اللي صار مركز صحي البرج ما صارش يعني بأي موقع إن كان. إحنا قديش دعبنا بالأول وقديش تعبنا تمنى أن فتحنا المركز قبل 20 سنة، وظل المركز يعطي خدمات للناس هون ومنطقة مقطوعة أنت شايفها، خاصة بأيام الشتوية يعني، وكمان على كبار السن. قبل الإغلاق كان المركز الصحي يصرف الأدوية الشهرية وييسر المراجعات اليومية لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن على الرغم من صغر حجمه، واليوم باتوا مضطرين للانتقال مسافة تزيد على 5 كيلومترات إلى أقرب مركز صحي لهم. طبعا أنا من سكان المنطقة، في عندنا أشخاص عندهم أمراض مزمنة كانوا يوميا يجوا يصرفوا الأدوية الأمراض المزمنة ويخذوا قياس الضغط والسكري الموجود هون، كانت خدمة مقدمة. والإسعافات الأولية مثل الحروق الجروح، إذا واحد وقع نلاقي هون في إسعافات أولية، يعني كان خادمنا كثير. لكن إحنا الآن للأسف أصبحنا بدون مركز صحي. أنا الحقيقة من لما سكر المركز الصحي ما زرت مركز صحي. إحنا هون المنطقة هاي بتعاني لأنه عدم وجود مركز طبي كان سابقا له 19 سنة، والآن نقلوه ورجعوه للمركز الرئيسي الشامل في سوف، ويبعد هذا المركز عن هذاك المركز تقريبا حوالي 6 كيلو، مسكر تقريبا حوالي 5 شهور 6 شهور، وقدمنا لهم عدة منازل ولغاية الآن ما وافقوا على منزل. 5-6 منازل قدمنا لهم تمام المستأجرون وما وافقوا على واحد، وكل قابلات وأنظف من المركز هذا الموجود. تثار التساؤلات بشكل كبير حول السبب وراء إغلاق هذا المركز، ولسان حال المواطنين يتساءل لماذا تتراجع خدمات الرعاية الصحية بدلا من تطويرها وتحسينها. تابعنا التقرير وبنبلش من عندك دكتور رياض الشياب عبر الهاتف. مساء الخير دكتور رياض. مساء النور، الله يعطيك العافية. يعني كثير بيكون في مطالب من المواطنين بزيادة الخدمة الصحية، واضح انه يعني كان في قرار بالحاجة الى مركز صحي جديد، ولكن يبدو انه القديم كان يفي بالغرض قليلا. شو اللي صار ليه هلا الجديد ما بلش بالعمل او ما تم استئجار مبنى جديد حتى الان؟ تفضل دكتور. مساء الخير. مساء النور. بداية بحب اني انوه انه احنا حاليا يعني في وزارة الصحة نسعى لتقديم افضل الخدمات الصحية والرعاية الصحية الاولية لكل المواطنين على مستوى المملكة. يعطيكم العافية. بخصوص مركز صحي البرج اللي هو المنصورة اللي موجود في محافظة جرش، هو مركز صحي او فرعي وهو مركز صحي مستأجر. نعم. وتم اخلاؤه بسبب انه في تشققات وتصدعات، وتم الكشف عليه من قبل الصيانة والأبنية في وزارة الصحة، وتم إخلاءه حفاظا على صحة المواطن ولهذا السبب، وتم توزيع المرضى على المراكز الصحية المجاورة الثلاثة حسب كل من أقرب له المركز، مركز صحي جرش الشامل الذي يبعد 3 كيلو، ومركز صحي ومليات، ومركز صحي سوف. نعم. حاليا نحن طبعا تم الإعلان، كان البروتوكول المتبع لوزارة الصحة
نبحث عن مركز صحي يليق بأبناء المنطقة للاستئجار، وتم النشر بثلاث جرائد رسمية. هذه الجرائد الرسمية تم النشر لها وتم عرض بعض البيوت. إحنا سوف اللجنة اللي موجودة في المحافظة وفيها مندوب من وزارة الصحة تختار أفضل المعروض لديهم، بحيث أنه نختار مركز يكون يعني. يعني هون دكتور رياض، يعني خلينا نوضح أنه كل المرضى اللي كانوا مثلاً عم نحكي عن اللي بياخدوا الأدوية للأمراض المزمنة أو بياخدوا علاجات دورية، هم تم توزيعهم على ثلاثة مراكز أخرى، ولكن الآن نفتقر بشكل أساسي للرعاية الأولية أو العلاج الطارئ والعاجل. يعني كل العلاجات والمتابعة، متابعة أي مواطن من أبناء المنطقة، كل من حسب أقرب منطقة تم الإعادة المراكز المجاورة، استقبال أبناء المنطقة مثلهم مثل أبناء المنطقة، وأخذ العلاجات الأمراض المزمنة والعلاج اللازم لهم. طب ليه دكتور رياض ما كان في خيار؟ نعم، ليه ما كان في خيار نصلح شوي ونعلن؟ يعني ليه ما كان، هل ما كان في إمكانية أن يتم يعني بعض أعمال الصيانة في الموقع وإجراء الإعلان للإجراءات؟ تشققات، وأنا ولجنة الهندسة لا تضمن سلامته، وإحنا بهمنا سلامة المواطن أهم شيء. طب عادة قديش هاي العملية بتاخد؟ أسد حاليا إحنا تم عملية عرض بعض البيوت وتم عملية الكشف عليها، وسوف يتم اختيار أفضل منزل في هذه المنازل، وبناء عليه بتنسب فيها اللجنة إلنا للوزارة، ومن ثم نقدم المستند المالي لوزارة المالية، ويتم عملية التجهيز، وإن شاء الله في منتهى يعني من هون لشهر زمان بكون المركز جاهز وبننقل إله وبنشغل. يعني إحنا نتوقع خلال يعني شهر 10 إن شاء الله نهايته إن تكون خلص هاي الأزمة انحلت. لو بطلع بدينا إحنا كوزارة الصحة بكرة بنعمل. يعني بس أنا فعلا المخصصات موجودة، الأطباء موجودين، بضل بس اختيار الموقع. الطبية متوفرة وموجودة في حال الاستئجار، بتم عملية تعزيز هذا المبنى بالكوادر الطبية وتقديم الخدمة لأبناء المنطقة. خليك معنا دكتور رياض، بدنا نروح للموقع تحديدا مع مراسة من هنا نبدأ. صهيب المومني، صهيب يعني الحديث أن الإجراءات تسير ضمن المتبع، وكان جزء منها حماية المواطنين بداية لسوء الموقع، والآن نتحدث عن مدة شهر للإنجاز. أبرز يعني الاحتياجات المفقودة الآن في الموقع، وكمان إذا في مطالب يقدمها المركز الصحي الجديد، تفضل. يعني إذا ما تحدثنا عن المطالب، هناك العديد من المطالب، وأيضا هناك العديد من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. يعني كما تحدث لي الأهالي، كان بعض الكوادر الطبية تخرج من المركز الصحي إلى البيوت، إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون الحركة، يقدمون لهم الرعاية الصحية، لكن تم فقدانها بشكل مفاجئ، وهذا ما زاد وتيرتهم اليوم بهذا الموضوع. سينضم إلي الآن أحد المواطنين الذي سيتحدث أكثر عن الموضوع. بداية يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا بنفسك. معكم الدكتور محمد بني مصطفى، موظف وزارة التربية والتعليم من أهالي منطقة البرج. احكي لنا اليوم عن هذا المركز، ما كان يقدمه، أيضا البديل اللي إله، هل يخدمكم أم لا؟ أول شغلة الله يعطيكم العافية، وباسمي وباسم أهالي منطقة البرج نشكر قناة رؤية على اهتمامها بقضايا المواطنين، فبارك الله بكم. سيدي، احنا قضيتنا في منطقة البرج والمنصورة، تم افتتاح مركز صحي البرج والمنصورة منذ ما يقارب 19 سنة. راح اتكلم بالعامية حتى يعني المواطن يفهم. المركز له 19 سنة. بال 2005 تم افتتاحه في منطقة البرج، وبال 2008 تم الانتقال الى هذا المبنى الذي احنا بنقف بخلفه. الان القضية انه بشهر رمضان الحالي تم اغلاق المركز بحجة أنه المبنى آيل للسقوط بكتاب صادر من وزارة التربية ومن وزارة الصحة، وقامت مديرية الصحة جرش بإغلاق المركز، وبشكل بحجة أنه إخلاء المركز لحين توفر البديل. الأهالي راجعوا مدير صحة جرش عدة مرات، وفي كل مرة مدير صحة جرش الدكتور محمود الطحان بيقول إحنا شكلنا لجان وكشفوا على البيوت، وفعلا هنالك 6 أشخاص كان لديهم رغبة بتأجير بيوتهم كمركز صحي كمركز بديل. تم إغلاق هذا المركز، تم أيضا مديرية الصحة كشفت على 6 بيوت من خلال مخاطبة هذه اللجان،
حكوا لنا انه هنالك من 3-4 بيوت مناسبه وحسب المواصفات والمقاييس. منذ 6 أشهر هسه وريف هاي نسمعها مرتين. مدير الرعايه الصحيه قبل قليل اكد في وزاره الصحه انه سيتم خلال شهر 10 افتتاح هذا المركز، لكن اليوم المراكز الصحيه البديله هل تخدمكم بشكل صحيح؟ رجعتم سيدي انا بدي احكي لك شغله مهمه، يعني قبل ما يقارب شهرين مدير صحه جرش حكى لنا انه بعد خلال اسبوعين سيتم افتتاح مركز صحي البرج، وإن شهرين المراكز البديلة في مركز صحي سوف ومركز مدير صحة جرش حكى إنه في 3 مراكز بديلة اللي هو مقبلة ودير قليات وسوف. إحنا منأكد من هذا المكان إنه إذا بده يخدمنا مركز كان مركز صحي سوف بيبعد عندنا 5 كيلو، لكن تكلفة المواصلات لهذا المركز على كل مواطن واحد فنحدد أدنى إلى من 4-5 دنانير لأنه ما في مواصلات عمومي تخدم هاي المنطقة، كل المواصلات عبارة عن أجرة خصوصي. 2 مركز الدير ومركز مقبلة رفضوا إعطانا العلاج. أنا أول أمس وديت زوجتي تتصل في لأمي علاج، أمي مريضة مرضى أمراض مزمنة، دخلت على الصيدلية وحكت لها إنه هذا الدواء لعمتي بدي نصرفه لأنه مركز صحي البروج، ومدير الصحة حكى على التلفزيون إنه مركز ديرليات يصرف، لكن كان رد الصيدلانية وكل الاحترام والتقدير إلها إنه الأدوية يا دوب تكفي اهل الدير لانه احنا الطلبيه فقط لاهل الدير، ورفضت اعطائنا العلاج، العلاج ما كان بالبدايه متوفر بسوف، مشان هيك رحنا على دير الليات. احنا من هذا المنبر نطالب وزير الصحه ومديريه صحه جرش وكل من له شان باعاده افتتاح مركز صحي البرج، لانه اولا يخدم عدد كبير من سكان هذه المنطقه الذي يزيد عددهم من 4-5 آلاف، ويبعد مسافة من 4-5 كيلو عن أقرب مركز صحي ممكن يقدم خدمة بديلة. المركز كان مركز صحي فرعي، عندنا الخدمة الصحية فيه فقط طبيب بيجي أحياناً ساعة وأحياناً ما بيجي وأحياناً ساعتين، أحد ثلاثاء خميس أو سبت 2-4 حسب تنظيم مديرية صحة جرش، الطبيب بيجي ساعتين. هلأ في عندنا مشكلة أستاذ الكريم، بقول لك المركز بيجي من 20-30 شخص، إحنا بنحكي لمدير صحة جرش بنرد عليه بنقول له المركز أعطيني خدمة صحية يوم كامل من الساعة 8 للساعة 2، أنا متأكد راح من 20 هذول يكونوا 60-70-80 مريض، هنالك العديد من أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون الوصول إلى المركز. نشكر بعض الكادر من تمريض وأطباء وإسعاف كانوا يروحوا لبيوتهم، وبعض كبار السن ما عندهم قدرة يصلوا للمركز الفرعي كانوا يروحوا لبيوتهم ويقوموا بواجبهم اتجاه هذا المواجب وتقديم الخدمة الصحية للمواطن في بيته. شكراً جزيلاً لك دكتور. يعني نعم روان، هذه هي الصورة وهذا ما تحدث به حال لسان المواطنين هنا، يعني رسالة شاملة في منطقة البرج تحديداً في محافظة جرش. يعطيك ألف عافية صاحب المؤمن، بدي أشكرك من الموقع. خليك معنا بس يعني نرجع عند دكتور رياض، لأنه يعني استمعنا دكتور رياض من الموقع تحديدا، لانه فعلا كثير ممكن اكيد يعني صار في انه وزعنا بدائل وحاولنا نقدم الخدمه وحاولنا نعوض الخدمه، ولكن هذا لم يكن كافيا للتعامل مع احتياجات المواطنين بحسب هذا الموقع، قلة في المواصلات، ارتفاع تكلفه، نقص في الادويه، وايضا كبار سن ما عم بيقدروا يوصلوا. فبدنا نرجع ناخذ من حضرتك يعني ما هي أبرز الخدمات اللي حتم تقديمها في المركز الجديد، مع تأكيدات أنه تم اختياره على الأقل لنعتبر أنه اقترب موعد البدء بعمله. يا سيدتي نعم، حالياً اللجنة موجودة في محافظة جرش، وهذه اللجنة تم عملية التقديم يعني على المواطنين دور برضو مهم بالمساعدة بهذه الأمور. كيف؟ كيف بتقديم البيوت والسعي معنا في عملية الاستئجار، يعني هو يعتمد متى نستأجر البيت ومتى يتم عملية عروض البيوت الأجار. حاليا تم عرض 4 بيوت وتم عليهم الكشف مباشرة، وسوف يتم اختيار أحد البيوت المناسبة لأبناء المنطقة لاستخدامه كمركز صحي. يعني لسه ما وقع الاختيار أحد دكتور؟ لا، هذا اللجنة اللي موجودة تم اختيارها، وفي عندنا بروتوكول وفي عندنا مستندات مالية، وسوف يخاطب وزارة المالية في بناء أجل مستند مالي، وبناء عليه يتم استئجار هذا المبنى ويتم عملية تعزيزه بالكوادر الطبية اللازمة. حاليا نحن نسعى جاهدين في عملية حماية، يعني أنا ما بقدر أخلي مركز صحي فرعي أو مركز صحي أولي موجود في أي منطقة هائل للسقوط ويؤدي إلى عملية لا إحنا مفهوم، إحنا هلا بدنا أنا يجب إخلاءه من قبل المعنيين عندنا في الوزارة، وفي نفس الوقت يتم عملية الإعلان بعد إخلاءه مباشرة للأجار. صرنا معلنين 3 مرات على 3 جرائد رسمية. مفهوم، يعني إحنا إذا ما مشينا بالإجراءات وموجود في مخصصات وعارفين إنه في احتياج، لماذا عم ناخذ هالقد يعني كل هذا الوقت وفي بيوت تقدمت؟ يعني
حاليا بما انه في مستند مالي وفي اللجنه وافقت على احد البيوت الاجراءات اللازمه، وان شاء الله خلال 3 أسابيع شهر ماكسيمم بتم عمليه تجهيز هذا المبنى واتخاذ الاجراءات اللازمه. طب هون دكتور رياض، يعني من خلال حضرتك كمركز فرعي ثانوي زي ما ذكرت، ما ابرز الخدمات اللي بيتم تقديمها، وكم يعني كيف سيتم التعامل مع ساعات الدوام، وهل في خدمات جديده راح يضاف لها بناء على تقييم احتياجات يعني طبيعه السكان ويعني نوعيه الامراض، يمكن كمان كبار السن وجودهم بكثره، شو اللي راح يكون موجود؟ جميع انواع الادويه متوفره ومتواجده، وهذا من واجبها نوفرها للمواطن سيدتي، وجميع الكوادر الطبيه، وعندنا مراكز فرعيه تصنف ومراكز صحيه اوليه ومراكز صحيه شامله. هذا المركز يغطى بواقع 4 أيام من أقدم الأطباء، ويقدم خدمة أمومة وطفولة على مدار الأسبوع ويقدم كل الخدمة والرعاية الصحية لأبناء المنطقة. ونتأم إن شاء الله في الأيام القريبة سوف نقدم لهم الخدمة والرعاية الأفضل والأفضل لهم. طيب دكتور رياض، يعني واحدة من الملاحظات كانت اللي هي المراكز الصحية الأخرى، إنه ممكن يكون لسه يعني هل لما تم توزيع المرضى كان في زيادة بعدد الأدوية؟ هل في يعني اليوم اللي عم بسمعونا بيقدروا يروحوا يحصلوا عليها؟ تم تعزيز المراكز المجاورة بكوادر طبية زيادة، وتم تزويد الكوادر أيضا بالعلاجات والأمراض المزمنة لكل الصيدليات، وتم إعادة لجميع المراكز الصحية باستقبال أبناء المنطقة وأحسن احتياجاتهم وتقديم الخدمة والرعاية الصحية على أكمل وجه. طب بدنا نمر عليك دكتور رياض يعني بجولة للتأكد، لأنه كمان يعني كمان أكيد المواطنين عندهم بعض الملاحظات، بنحب كمان إنه بهذا النفس وبهذا الإصرار على تقديم الخدمة كمان إنه نتأكد إنه على الواقع إنه كمان عم بصير نفس رؤية وزارة الصحة لما عم بتكون عم بتخطط، لأنه أكيد يعني إلا ما يكون على التطبيق للأسف في بعض التحديات، فبنتمنى كمان نسمع من المواطنين نكون أكثر قربا لنقدر نقدم هاي الخدمة المهمة. ان شاء الله ان نقدر نقدم لهم الخدمه والرعايه الصحيه اللازمه لابنائنا في محافظتنا. راح نتابع معك، شكرا لتعاونك دكتور رياض الشياب مدير اداره الرعايه الصحيه في وزاره الصحه، يعطيك الف عافيه، شكرا لك.